تمام. يعني تلاقي في ناس اقتنعوا بالشعوذة وبالسحر وإن هني موجودين، بس تعا أقنعهم بالبراهين والحج. انت وعدتيني انه رح تعملي معي كمان تجربه صغيره، بس انا ما المشكله رح اظلم الناس لاني هذا العلم لسه ما انطرق ما انتشر. نعم، ما بيكفيكي انك انت عندك اطفال، 3 اطفال كمان، يعني فيعني من وين جبتي الوقت وكيف قدرتي تعملي هذا الشيء؟ انا ما خلقت لهذا الشيء. نعم. كان في عندي طموح اكبر من هيك. كان في وقت انت رحتي لعند امك او اهلك او اي حدا انت بتعرفيه وقلتي لهم والله انا بدي ادرس متعه، شو قالوا لك؟ انا زوجي كان ماله مقتنع ابدا ابدا، حتى ماما بيجيها لحظات تقولي انت متاكده باللي عم تعمليه ماما؟ انت كثير بكل بساطه بيطلع لك شيخ او عالم هي العلوم شعوذه. نعم. اوصف حالي بخمس صفات. نعم. طموحه، حنونه، عصبيه. لازم نشكر نفسنا يعني.